هذا الأخ سعيد من ألمانيا يقول: أسلمت قبل 6 سنوات، وكنت في البداية متحمسا ومجتهدا من حيث الطاعات وطلب العلم والعبادة، لكن بعد مرور هذه السنوات لا أشعر بشيء من هذا، فما نصيحتكم؟ نسأل الله تبارك وتعالى لك يا أخي سعيد ولجميع المهتدين إلى هذا الدين الحنيف الثبات والاستقامة، وبحمد الله تعالى أن نسمع مثل هذه الأسئلة ومن أولئك الأشخاص، يعني من تلك البلدان من أوروبا وأمريكا والصين وشرق آسيا وغيرها وأفريقيا وكل مكان، الناس يدخلون في دين الله تعالى أفواجا. وهذا الدين بعظمته وروحانيته وموافقته للفطرة، كل من تجرد للحق اهتدى إليه وأذعن له. وكون الأخ سعيد في بداية الأمر يكون مقبلا ومتحمسا ومجتهدا في الطاعات، هذا شيء طبيعي، يمر الإنسان بمرحلة فتور بعد ذلك. مثل هذا الفتور ينبغي أو يجب على الشخص أن لا يحمله على الانقطاع، وإنما يدرك أن هذا أن هذه مرحلة يمر بها أي شخص، هي إقبال على الطاعة لفترة ثم فتور، يحرص على ألا يؤدي هذا الفتور إلى الانقطاع وترك العمل، وإنما يواظب على أداء العبادات الصلوات المفروضة، يحرص على النوافل التي بإذن الله تعالى تجعله مرتبطا بالله تعالى قوي الصلة بربه، يحرص كذلك على العيش في بيئة تساعد على الاستقامة والهداية، يكون قريبا من أحد المراكز الإسلامية ويلتقي بإخوة هناك يعينونه على الخير ويثبتونه على الحق ويشجعونه على الطاعة، لأن هذا مهم جدا. عندما يعيش الشخص في بيئة أقاربه وزملائه ربما يكونون غير مسلمين أو ربما يكونون مسلمين منحرفين، فهذا قد يثبطه على الطاعة وعلى الإقدام. إذا تمكن الأخ سعيد أن ينتقل إلى أحد البلدان الإسلامية لتلقي العلم الشرعي والانخراط في أحد المعاهد الشرعية فهذا جيد، أو إحدى الجامعات الإسلامية التي يتلقى فيها العلوم الشرعية ويتحصن فيها بالعلم النافع فهذا جيد. أما إذا لم يسمح له الأمر فيمكن أن يتواصل عبر البرامج والدروس والدورات التي تقام عبر الإنترنت، والآن أصبحت متاحة وميسرة ولله الحمد وبشكل وافر وكثير وبعدة لغات، يعني حتى باللغة الألمانية، يعني كما علم أن هناك دروس وبرامج تقدم للمسلمين، فيحرص على أن يتزود من هذه البرامج ويستفيد منها. أيضا يكون قوي الصلة بالله تعالى بكثرة قراءة القرآن والدعاء ومناجاة الله تعالى في أوقات كثيرة، وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبته على الهدى، ويكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك، ونحو ذلك من الأدعية التي فيها يعني لجأ وخضوع وإنابة إلى الله تعالى وسؤال منه بالثبات والاستقامة. الحرص على قراءة تراجم معاني القرآن الكريم، لأن القرآن هداية ورؤى روحانية ونور تبعث في النفس الطمأنينة والراحة والهدى والاطمئنان والسعادة، فكلما حرص على قراءة معاني القرآن وتدبر آيات الله التي تتلى فهذا أدعى له إلى الثبات والاستقامة والاستزادة من الخير. وكذلك الحرص على قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث التي يعني تبين عظم أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا أدعى إلى التمسك بسنته والسير على نهجه صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل وسلم.